خلونا بقى نروح للساحل وحفلات الساحل والصيف، الساحل الشمالي طبعا. شركة تذكرتي أعلنت عن مسابقة جديدة بتمكن الفائزين في هذه المسابقة من التقاط الصور التذكارية مع الفنانة أمال ماهر يوم الجمعة اللي جاية، وده طبعا على خلفية الحفل اللي هي هتحيي في مدينة العلمين. ونشرت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي منشور أو بوست يعني ليها على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع فيسبوك تحديدا، وقالت فيه إنه في 10 أشخاص هيقابلوا أو يتصوروا مع النجمة أمال ماهر يوم الجمعة اللي جاية اللي هيكون موافق 29/7 في العلمين أرينا. كل المطلوب إنك تصور التذكرة بتاعتك أو تتصور مع التذكرة بتاعتك وتنزلها في التعليقات أو على حسابك، وتستخدم الهاشتاج اللي هو ملكة الغناء العربي، وكمان هاشتاج تذكرتي أمال ماهر. وقالت كمان الشركة استعدوا لليلة خيالية، هي بتوعد كل الجمهور اللي هيحضر الحفلة بحفل أكتر من رائع. الفنانة أمال ماهر هتحيي هذا الحفل يوم الجمعة المقبلة 29/7/2022 في مدينة العلمين، وده بيجي بعد غياب الفنانة أمال ماهر عن الأنظار لفترة طويلة وسؤال واطمئنان الجماهير عليها. إن شاء الله يكون حفل جميل يا رب. إن شاء الله.